فريدة، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وانت كمان. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. اقعد 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 اقعد. لقيتوا الراجل ده؟ لسه بنحقق اهو يا باشا. مدام فريدة، الراجل اللي دخل شقتك ده وانت شفتيه ما ينفعش توصفهولي؟ هو كان لابس اسود في اسود ووشه كان متغطي. يعني طويل قصير؟ طوله قد ايه مثلا؟ يعني هو اطول مني. انا 164، يقول مثلا هو 175 180 حاجه كده يعني. طيب ما فيهوش حاجه مميزه شفتيها فيه؟ مشيته بيعرج مثلا؟ الحقيقه كل حاجه حصلت بسرعه. انا دوبك قابلته هنا وجريت على طول على جوه، ما لحقتش اشوف اي حاجه. رمضان عمر يا باشا، هات لي كل عيال الجرمه اللي فوق 170 سنتي. تحت امرك يا باشا. طيب ما اكتشفتيش ان في حاجه اتسرقت لسه؟ حضرتك بقول لك انا ما لحقتش اشوف اي حاجه، ما اكتشفتش اي حاجه لسه، ما اعرفش. ماشي ماشي. انا متهيألي يا احمد بيه الراجل اللي داخل الشقه ده مش داخل يسرق وخلاص، ده داخل يدور على حاجه معينه. حاجه معينه زي ايه يعني؟ ما اعرفش، بس تعال نفكر فيها بالعقل. شريف اختفي امبارح، ودار النشر اتحرق النهارده، ودلوقتي موضوع الشقه في حاجه مش مفهومه. انت نفسك يا عمرو قلت لي ان شريف ما دخلش الشقه من ساعه ما فاق. كنت فين ساعه ما الشقه اتسرقت؟ هذا من المهزله، كنت بشتري سجاير من كشك في الشارع اللي ورانا. وانت راجع بعد السجاير ما سمعتش اي صوت دربكه، صوت تكسير؟ هذا من المهزله، ما سمعتش حاجه. بعد ما نظفت الشقه عملت ايه بالمفتاح اللي مدام اديته لك؟ هذا من المهزله، رجعته لها تاني وهي رجعت. خده معاك على البوكس. انت بالله يا باشا، انا ما عملت حاجه. انا بقى لي هنا 15 سنه ما حدش. على فكره عم اسماعيل راجل امين ومعانا من زمان. يا مدام معظم الهجامين اللي بنقبض عليهم بيكونوا مرتبين حالهم، يا مع بواب يا مع خدامه، وبيكونوا شغالين في نفس المكان من زمان برضه. تلاقيش لو ما قالوش حاجه هيخرج بكره الصبح. لا هو الراجل ده ممكن يخش شقه تاني؟ اليومين الجايين دول ما اظنش. وطبعا للامان لازم تغيروا كلون الباب. وانا كده كده هسيب لكم حد قدام باب العماره النهارده. مدام فريدة، لازم تشوف لنا ايه اللي اتسرق من الشقة، ده ضروري. ها حاضر، هبقى ارتب البيت واقول لحضرتك، بس انا ما عنديش حاجة في البيت اخاف عليها الحقيقة. تمام، ارتب البيت براحتك، وبكرة عد علينا عشان نكمل المحضر، وانا هديك رقم المحضر. مدام فريدة، تعرفي واحدة اسمها مدام سلافة؟ سلافة؟ لا ما اعرفش حد بالاسم ده خالص. بس احنا بنراجع المكالمات الأخيرة بتاعت جوزك، تقريبا كده كان بيكلم واحدة اسمها مدام سلافة بشكل يومي. يعني بعد التحريات اللي اتعملت عرفت ان هم متجوزين.